السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده احنا معاكم على الهواء، برضو متواصلين معاكم. هنعمل مع بعض ثلاث وصفات. اول وصفه هتكون كب كفته محشيه. الوصفه دي وصفه سهله خالص وطعمها لذيذ جدا وعمايلها سهله. دلوقتي هنعملها مع بعض. علشان نعمل الوصفه دي عايزين كيلو لحمه مفرومه، وطبعا ده عدد حسب عدد افراد الاسره، وعايزين ربع كوبايه بقسماط، ملح وفلفل، والحشوه هتكون واحد بصل، وعندنا كوبايه فلفل الوان مقطع مكعبات صغيره، واحد كوب مشروم مقطع برضو صغير، نص كوبايه جبنه حلوم مقطع مكعبات صغيره، ومعلقتين كبار زيت علشان خاطر نقلب فيهم الحشوة اللي قلنا عليها. للوش بقى عايزين كيلو بطاطس مسلوقة أو مهروسة كويس، وعايزين معلقة كبيرة زبدة، ونص تقريبا كوباية لبن، وشوية كده بس رش حاجات للتقديم، دي مش أساسية في الوصفة. ثم بقدونس خاص، تشيري توميتو، بس احنا التقديم ده مسألة ذوق. الوصفة دي شوية بتشبه وصفة سورية معروفة جدا في سوريا، بس يمكن ما خدتش حقها بره سوريا كتير، وهي كباب المعجوقة. كباب المعجوقة وصفة لذيذة قوي قوي قوي، انا بحبها، ودايما لما بروح مطعم متخصص في الاكلات الشامية لازم اطلبها، وبعدين بعملها في البيت برضو كتير قوي لان ولادي حبوها. فهي بتشبه كتير وصفة المعجوقة، بس المعجوقة بيبقى فيها مكسرات في النص وبيبقى شكلها شوية مختلف. احنا هنعملها بطريقة مودرن اكتر. اول حاجة عايزين نعملها، عايزين نخلط اللحمة المفرومة اللي عندنا. هوريكم قد ايه طريقتها سهلة ولذيذة وبيطلع شكلها حلو، وفيها كمان يعني لذيذة لما بيجي حد ياكلها بيلاقيها محشية من جوه، ف يعني أنا حبيتها الوصفة بصراحة. طيب هناخد أول حاجة بس جلافز علشان أوسخ ايدينا، وبعدين هنبتدي نخلط الحشوة بتاعتنا. عايزة أقول لكم أرقام الاتصال، الموبايل 236، والأرضي 0900936، المسجات 921735، وممكن يكون غلط مش عارفة، هو ده الخط اللي قدامي. ما تاخدوش بكلامي قوي في الرقم الاس ام اس، خلينا في الموبايل 236 والأرضي 0900936. ودلوقتي الأرقام هتطلع على الشاشة بتقدروا شوفوها. طيب اول حاجه هنعملها، هناخد لحمه مفرومه من ناخد تقريبا شويه بس عشان نوريكم ازاي هو بيتعمل. هناخد شويه ملح وشويه فلفل، بس مش هحط لها غير ملح وفلفل. هناخد شويه بقسماط بس لاني عايزه القوام يبقى ماسك نفسه، فشويه بقسماط بس. هنعجنهم كويس وما فيهمش حاجة، ولو تلاحظوا أنا ما حطيتش بصل. إحنا دلوقتي بس حطينا دي على النار علشان نبتدي نعمل الحشوة بتاعتنا. طيب هناخد دلوقتي الحشوة وهنعمل إيه؟ خليني الأول أحط شوية زيت في الطاسة ونبتدي نعمل الحشوة بتاعتنا عشان نكسب وقت. نحط شوية زيت. ونحط البصل. وناخد معانا ناردين. اهلا يا ناردين. قطع الخط. طيب معلش يا ناردين، ممكن تحاولي تتصلي بينا تاني. وناخد معانا كارين. اهلا يا كارين. خير، ازيك يا مدام غاده؟ يا اهلا وسهلا، ازيك؟ منوره كده الشاشه وانت لايف.
ربنا يخليك يا رب، تسلمي. شكرا حبيبتي. الله يعني عندي سؤال بسيط بس. اتفضلي. كنت بسيح شوكليت على النار، بعمل يعني حمام سخن للشوكليت، يعني رحت حاطه زبده عليه فخرزت. لا لا، مش مفروض تخرز ابدا، هي هتلاقيها خرزت لو جه فيها شويه ميه. حتى ممكن مرات من الحمام المائي ممكن تلاقي النقط جت في الشوكولاته فبتخرز، بس الزبده ما بتخليهاش تخرز ابدا. هقول لك اعملي ايه، حاولي تخلطيها شويه بالمضرب الكهرباء، ممكن تلم معاكي تاني. بس خليها بقى جناش لحاجه، او يعني خليها جناش لتورته لحشوه لحاجه. طيب ومعانا كمان بيتر. اهلا يا بيتر. الو. اهلا اهلا. انا عايزه اعرف طريقه الكيس توك. حاضر من عينيا. طيب احنا كده خلصنا الحشوه، زي ما انتم شايفين ما خدتش وقت على النار، حطينا البصل وحطينا الفلفل الالوان، هنحط بس شويه ملح وفلفل للحشوه بتاعتنا، شويه بسيطه لان عندنا الجبنه حلوم فيها ملح، ونحط شويه فلفل. خلاص كده احنا تمام، ناقص بس نحط البقدونس والجبنه الحلوم، دي هنحطها لما نيجي نحشي على طول. طيب هناخد دلوقتي صينيه الكب كيك اللي عندنا، وهناخد الكفته اللي عندنا، وهنبتدي نخليها تلف في القالب بتاعنا. شوفوا هنعمل كده وهنعليها من الاطراف، شايفين كده اهو، كده كده اهو. اوكي طيب نعمل كمان واحده، بحطها كده وبضغط عليها، بضغط على الجناب علشان اعمل التجويف اللي احنا عاملينه ده. تمام كده. اوكي طيب دلوقتي هنعمل ايه، هناخد الجبنه الحلوم وشويه من البقدونس، هنحط الجبنه الحلوم مع الحشوه، وهنحط شويه من البقدونس، وكده هتبقى حشوتنا جاهزه، احنا حطينا لها الملح والفلفل. ناخد بقى معلقه كبيره ونشوف معانا ماجي. اهلا يا ماجي. طيب ناخد ام حماده. اهلا يا ام حماده. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبه قلبي، والله يا انا بحبك جدا والله العظيم بجد يعني. ربنا يخليكي يا رب، تسلمي. شكرا. تسلمي يا رب. حضرتك بجد لما بتقولي حاجه بتفهمها لنا يعني، الحمد لله. طب الحمد لله. يعني طيب الحمد لله، ان شاء الله دايما عند حسن ظنكم. ربنا يخليك يا ام حماده. شكرا. لا. شكرا. ربنا يخليك. عندي سؤال بس لحضرتك. اتفضلي. اتفضلي. عشان عندي عزومه بكره بتاع السمك، في السبيت وفي الكاليماري اللي بيتحشى. انت عايزه الحشوه؟ عايزه. عايزه الحشوه، والسوى ازاي، وانا اللي بيتحشى. طيب انا هقول لك على حاجه، انا عملته، هقول لك دلوقتي حاضر الوصفه. بس هنحشي الاول اللحمه اللي عندنا. بصوا ازاي انا حشيتها. باخد جزء من المقدار من الحشوه وبحطه جوه التجويف اللي انا عملته بالشكل ده، وبعدين هاخد حته من اللحمه وهعمل زي غطا. حاضر يا شريف. شريف انا ما قلتلكش، شريف المخرج ما قلتلكش، الناس على الفيسبوك عندي على الصفحه بيلوموك، بيلوموك ملامه قويه علشان بتطلعني فواصل كتير، وانا مش ما ببقاش عايزه اطلع فاصل. طب يعني حتى انا اعمل ايه، دي حقيقه واقعه.
ناس خش على الصفحة وشوف يا مخرج الأستاذ المخرج شريف حياتك بتطلع مدام غادة فاصل كتير وهي بتحب تكمل وكده. طيب شو دلوقتي قفلنا غطينا الكفتة بتاعتنا، بعد ما غطيناها كده ودخلناها من الجناب بس هنعمل ايه؟ بإيديا كده هضغط كده زي ما انتم شايفين كده هضغطها عشان أتأكد إنها لما دخلها الفرن، هرجع لما تاني هو عشان لما دخلها الفرن ما تفصلش الغطاء عن اللي تحت، ما يفصلش. تمام، دلوقتي هاخد الكفته بتاعتي احطها في الفرن على درجه حراره 200، بتقعد تقريبا تلت ساعه بس لان احنا عندنا رقيق، الكفته رقيقه مش كتله لحمه. هنطلع بقى دلوقتي فاصل عشان استاذ شريف عايز كده، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنكمل بقيه الكفته اللي عندنا، بس الاول عايزين نعمل البطاطس اللي هنحطها على وش الكفته. هناخد الزبده وهنسخنها عشان نحطها على البطاطس. انا مش عايزه بطاطس سخنه قوي لان طبعا انتوا عارفين البطاطس لما بتبقى سخنه زياده بتبقى شويه يعني سايبه كده، انا عايزاها بس تكون هي بارده وبس. هنحط عليها الزبده وهنحط عليها اللبن سخن، ففي الاخر هتبقى فتره بس مش عايزاها سخنه سخنه يعني. طيب اهي البطاطس عندنا مسلوقه ومهروسه كويس لان هنحطها في كيس الحلواني، فمش عايزه شويه يقفوا وهم وانا بحاول انزلهم من الكيس. بس نسيح الزبدة. طيب الشيش طاووق علشان نعمله، أنا الوصفة بتاعت الشيش طاووق بحبها قوي، هقول يعني هو في كذا وصفة بس أنا أكتر واحدة بحبها هقولها دلوقتي لبيتر، هو طلبها قبل الفاصل. هي الوصفة دي علشان نعملها عايزين طبعا فراخ حسب عدد اللي في البيت. بعدين بحط معاها زبادي، يعني مثلا كوباية زبادي، معلقة كبيرة كاري، معلقة كبيرة صلصة، معلقة كبيرة جرا مسلة، بودرة ثوم أو ثوم طبيعي، وبحط كمان معاها بودرة زنجبيل وشوية زيت وليمون. بتطلع الوصفة ممتازة، بتبل بيها الشيش طاووق وبعدين بشويه في الفرن. الصوص بقى اللي بتفضل في الصينية دي حكاية لوحدها. وناخد معانا أم أدهم. أهلا يا أم أدهم. فصل الخط. طيب هنحط شوية لبن مش كتير وهنشوف، لأن أنا مش عايزة تكون تخينة، مش عايزاها تكون طرية زيادة، فهنحط بس دول وبعدين هبتدي أضيف البطاطس وأشوف إذا ده كفاية ولا هعوز أضيف تاني. هنشيلها بقى من على النار زي ما قلنا ونحط البطاطس. هحط بطاطس لغاية ما احس ان هو السمك ده بقدر احطه في كيس الحلواني ويشكل لي الشكل اللي انا عايزاه فوق الكفتة اللي هي في الاخر انا عايزاها تكون كأنها شكل الكب كيك. طبعا انا بعتذر منكم لان شوية انا عندي برد وعندي لوز، فكل اللي في الاستوديو مش كلهم يعني بعض اللي في الاستوديو قالوا لي ان انا خنفة مخنفة شوية، فمعلش سوري والله غصب عني بس لاني صحيت النهاردة الصبح عيانة. عاشور تقريبا اللي قال عاشور هو اللي قال لي ان انا مخنفه شويه. وشريف بيقول ان هو ما قالش عشان خاطر كفايه عليه ان هو بيطلع فواصل. طيب دلوقتي هنحط يعني ممكن نحط شويه كمان. اوكي كده تمام. عايزه اوريكم بقى شكل الكفته بتاعتنا كده تمام، احنا كده ممتازه. خلاص هنحطها بقى دلوقتي في كيس الحلواني
ونروح للكفتة عشان أوريكم شكلها بعد ما طلعت. وتاني بقول لكم لازم تخلوا بالكم تقفلوا الوش كويس قوي وتضغطوا زي ما ضغط، لأن لو ما عملتوش كده ممكن لما تتحط في الفرن تفصل الوش، يفصل عن اللي تحت وتلاقوها اتفتحت من الجناب، فمش هتبقى حلوة طبعا، هتبقى مقلب مش لطيف أبدا. فبس اضغطوا عليها وتأكدوا من القفلة بتاعتها. طيب نطفي النار ونروح بقى نشوف الكفتة بتاعتنا. نجيب الطبق اللي هنقدم فيه نحطه هنا قدامنا وناخد معانا أمل. أهلا يا أمل. اهلا اهلا، ازيك يا مدام؟ يا اهلا وسهلا بيك. اهلا يا حبيبتي، اهلا بيكي. والله بجد انا سعيده جدا ومبسوطه ان انا بكلم حضرتك. انا اللي اسعد. الله يبارك فيك. قبل تيجي تشوفها الله يخليك. والله بجد تسلمي يا حبيبتي، بجد فوق الوصف. الله يسعدك. انا محترمه جدا ولذيذه، حتى وصفتك سهله وحلوه جدا. طب قول كده عشان بكلم حضرتك. لا والله بامانه الله، والله حبيبه قلبي الله يسعدك يا ربي، وشكرا كتير على كلامك الحلو وعلى ذوقك. لا يا حبيبتي انتي مهما قلت والله مش هوفي لك حقك. ربنا يخليك. انا بكلمك على التلفزيون او حد بيسمعني. حبيبه قلبي الله يسعدك، شكرا كتير. شكرا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يروح قلبي. ربنا يخليك. وبعد اذنك عايزه عجينه ال 10 دقايق بتاعت حضرتك. تؤمري حالا حالا. وخليني بقى صديقه البرنامج بتاعتك. ده تنورينا، اتفقنا يا حبيبه قلبي. اوكي يا حبيبتي. شكرا ليكي، مع السلامة. طيب حالا هقول لك عجينة العشر دقايق، بس خليني ايه الأول عايزة أحط البطاطس. شوفوا بس هنحط البطاطس ازاي، ودلوقتي اللي هتطلع من الفرن هي اللي هوريكم، هنفتحها ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. طيب حالا حط البطاطس كده اهي، بقى كأنها كب كيك وعليها كريمة من فوق. اهي تمام كده. وبعدين بنقدر نجيب بس شوية سماق كده ونرشه على الوش عشان يدينا بس لون حلو كده للبطاطس. كده نبقى خلصنا وصفة البطاطس بتاعتنا. ايه يا شريف، نكمل ولا عايز تطلع فاصل؟ طيب هنطلع دلوقتي فاصل. كده احنا قدمنا لكم الكفتة بتاعتنا، دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نعمل معاكم ايس كريم من الاخر. استنونا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلاً وسهلاً بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل دلوقتي ده شكل الكفتة اللي عملناها مع بعض، وزي ما قلت لكم بس تطلع اللي في الفرن هوريكم ازاي شكلها لما نفتحها. دلوقتي هنعمل ايس كريم التشيز كيك. الوصفه دي عشان نعملها عايزين علبه لبن مكثف محلى، وعايزين لتر، مش لتر لبن، لتر، عايزين لتر كريمه، وعايزين 2 عبوه كريم شانتيه بودره، وعايزين عبوة بسكوت قمح، وعايزين علبة بلو بيري، وممكن بقى نعمل منها تورتة. التورتة دي علشان نعملها هنعمل ايه؟ عايزين عبوة بسكوت من بسكوت القمح، هنفتفتها ونخلطها مع الزبدة وهنحطها في صينية. بس هي مش دي الوصفة، هي الوصفة الايس كريم التشيز كيك اللي هو زي ما قلنا علبة لبن مكثف محلى، بس هو مش ايوه لتر كريمة. اوكي، 1 لتر كريمة،
واتنين عبوة كريم شانتيه بودرة، وعلبة لبن مكثف محلى، وعبوة بسكوت قمح، ده غير اللي تحت خلوا بالكو، وعلبة بلو بيري أو علبة كرز زي ما تحبوا. يعني تشيز كيك بيتعمل بدي وبيتعمل بدي. طيب احنا الفكرة دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ ودي كريمة مخفوقة عشان لو عملنا التورتة بنزين فيها من فوق. طيب اول حاجة هنعملها، عايزين ناخد هناخد الكريمة اللي عندنا وهنحطها، وناخد معانا ام حمادة. اهلا ام حمادة. ايوه شوفي انا كلمتك من شويه ام حماده علشان السبيت ونبقى عشان عندي عزومه بكره. يا حبيبتي حالا 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 حالا. طيب بصي معلش معلش سؤال بس، ربنا يخليك يا رب. يا حبيبتي بصي، هو اللي بيتحشى انا مش لاقيه الكاليماري اللي هو القراشيس، انا في لا لا موجود موجود. بصي هو ده هو اللي بيتحشي، ممكن تجيبي الصغير وممكن تجيبي الكبير. الحشوه بتبقى عباره عن زيت وبيحط معاها بصله، بتقدري انا حطيت معاها جمبري من النوع الصغير، جمبري صغير برضو. جمبري صغير قوي، ورز وملح وفلفل وبودره جنزنجبيل ورشه كمون وملح وفلفل. ده بسويه بسوي الرز كامل بره مع الحاجات اللي قلت لك عليها، بتسويه كامل. بعدين بتجيبي الكاليماري وبتفتحيه وبتنضفيه، مش بتفتحيه قصدي بتنضفيه، وبتنضفيه كويس قوي يعني بتشيلي الزوايد اللي فيه وهو نفسه بتنضفيه. بتاخدي الرز بتحشيه جوه الكاليماري وبتقفلي عليه بخله السنان، وبعدين بتاخديه بتحطيه في صينيه ادهنيها بالزيت وادهنيه هو كمان بالزيت، ودخليه الفرن على درجه حراره 200، بيقعد تقريبا نص ساعة، من نص ساعة لساعة الا ربع حسب حجم الكاليماري. حطيه في صينية متغطية بورق الفويل ودخليه الفرن على درجة حرارة 200، وكل شوية كده بصي علشان لو المية نقصت تزودي له شوية مية. بس هي دي الطريقة اللي عملت بيها الحشوة بتاعت الكاليماري. بقول لك تاني، زيت وبصل ثوم وجمبري أصغر نوع، وبعدين رز، وحطيت معاهم ملح وفلفل وبهارات وكمون وزنجبيل بودرة، وحشيت بيهم الكاليماري بتاعي. طيب احنا هنفضل نعمل الـ هنا نخفق لغاية ما يجمد عندي الخليط ده. في الوقت ده انا عندي هنا اهو البلو بيري بتاع التشيز كيك اللي بحطه على وش التشيز كيك. عايزين بس البولة بتاعت الايس كريم. طيب هناخد دلوقتي البسكوت اللي عندنا وهنبتدي نكسره. اوكي انا هنا عاملة ايس كريم جاهز في العلبة. هناخد البسكوت اللي عندنا ده هكسره زي ما انتم شايفين اهو كده. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط بعد ما يتخفق عندي الايس كريم اللي انا بضربه في العجانه ده، هاخده احطه في بوله او في علبه وهدخله على الفريزر. هيبتدي يجمد، بس يبتدي يجمد هروح واخداه، هو هنفضل نخفق فيه لغايه ما هيبقى ده قوامه. عايز تقريبا يمكن 10 دقايق تخفقوا فيه. هنخفق فيه لغايه ما هيبقى ده قوامه. ده على فكره القوام الاساسي لاي ايس كريم فانيليا. تمام، ممكن بقى منه نبتدي نطلع بايس كريمات كتير جدا زي اللي احنا هنعمله النهارده. هاخد دلوقتي انا البسكوت اللي انا كسرته وهحطه على الايس كريم بتاعي اللي انا حطاه في الفريزر. شايفين اهو انا عايزاه بالقوام ده، يعني انا مش عايزاه يجمد على الاخر، عايزاه بالقوام ده. دلوقتي هحط عليه البسكوت وهحط عليه كمان البلو بيري اللي عندي وهقلبهم كلهم مع بعض، وهرجع تاني احطهم في علبة اهو كده. نرجع تاني ناخد شوية من البلو بيري اللي عندنا وهحطه زي ما هو كده على التشيز كيك.
وناخد معانا مدام سلوى. اهلا يا مدام سلوى. ايوه مساء الخير يا مدام غازي. يا مساء الفل. اشكرك على البرنامج بتاعك، انا بتفرج عليه بقالي زمان قوي من ساعه ما بدات تقريبا، لانه برنامج قيم جدا وافكار واراء جامده جدا. ربنا يخليكي، ده من ذوقك. تسلمي لي يا ربي. شكرا. ربنا يحفظك ويحميك يا رب. الله يسعدك. انا بس طالبه منك طلبين يا ريت تقولهم لي النهارده. اتفضلي. انا كنت عملت في الاول خالص ايس كريم مستيكه كان تحفه، بس الطريقه ضاعت مني. التاني حاجه كنت عملتي شوكولاته شيبس تنزلي بيها كده على ورقه الزبده وتجمد وتبقى شوكولاته شيبس. كنت لا مش فيحتي شوكولاته ونزلت. فهمت قصدك. عملتي الشوكولاته نفسها صح؟ لا عملت شوكولاته نفسها، شوكولاته البيتي بس. أيوة. كانت لوحه لوح. لا 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 لا، الشوكليت شيبس اخدت شوكولاته عاديه وحطيتها في صينيه، سيحتها وجبت صينيه فيها ورق زبده، واحنا قلنا ساعتها لان الشوكليت شيبس غالي، فجبنا صينيه وجبت كيس حلواني قصيته من تحت حته صغيره وحطيت الشوكولاته السايحه فيه، وابتديت انزل على شكل الشوكليت شيبس في الصينيه اللي فيها ورق الزبده، وسبته يجمد، وبعدين اخدته لميته كله حطيته في برطمان، وبقى عندي شوكليت شيبس رخيص. بس الشوكولاته البيتي ما عملتش فيها شوكليت شيبس، ما جربتش، بس تنفع برضو. عملتها، ممكن تكتبي غدا التلي الشوكولاته البيتي هتطلع لك الوصفه. وبالنسبه لايس كريم المستكه هجيب لك وصفته حاضر، لان دايما انا بس بقول ان وصفات الحلويات لانها بالمقدار والكوب بيبقى صعب ان احنا نحفظ المقادير كلها، بس هجيب لك الوصفه من عينيا. طيب دلوقتي احنا كده زي ما انتم شايفين خلطنا الايس كريم اللي عندنا بالبسكوت وبالبلو بيري، وحطيناه، انا حطيته في علبه اهو، دي العلبه اللي فيها الايس كريم زي ما انتم شايفين اهو، ده بيكون شكله. شايفين؟ بصوا بقى ازاي البسكوت باين كده من هنا، البسكوت والبلو بيري كله باين اهو، ده بيكون شكل الايس كريم بتاعنا، ايس كريم التشيز كيك. ودلوقتي كمان هنوريكو كمان شويه هوريكو شكله لو اتعمل يعني زي كانه تشيز كيك. المهم تحطوها في الفريزر. والحلو بقى في الوصفه دي ايه؟ ان هي مش زي، اولا ما بتحتاجش مكنه، ثانيا مش زي بقيه انواع الوصفات الايس كريم اللي بيقول لك كل ساعه طلعها من الفريزر وقلب شويه ورجعها الفريزر وطلع وقلب، مفيش الكلام ده خالص. هي دي انا عاملاها من تقريبا 3 ساعات، وزي ما انتم شايفين اهي جمدت، بس هي كمان ساحت دلوقتي عشان كانت مستنياني في على ما نطلع بيها. فالوصفه دي ممتازه، جربوها هتنبسطوا عليها جدا. عايز ايه يا شريف؟ طيب دلوقتي انا عايزه اقول لكم ان احنا هنعمل بعد الفاصل تورته تزيين كيك، هنزين مع بعض بس في السريع جدا طبعا لان الوقت هيجري مننا. يا جماعه علشان نعمل تورته نزينها احنا بنبقى عايزين حلقه كامله، يعني مش بس فقره، فهوريكم بسرعه بسرعه ازاي ممكن تزينوا كيكه ديناصور، وهتعجبكم ان شاء الله كيكه جدا. بالنسبه للي سالت على عجينه العشر دقائق بسرعه قبل ما نطلع الفاصل، عجينه العشر دقائق عباره عن 5 كوبايات دقيق وكوبايتين ميه دافيه، معلقتين كبار خميره، معلقتين كبار سكر، رشه ملح، نص كوبايه زيت، وتلت كوبايه لبن بودره. الفكره في الطريقه اللي طلع بيها عجينه العشر دقائق اللي هو التكنيك بتاعها، انه ازاي بتخلص في 10 دقائق. احنا بناخد كوبايتين من الدقيق بنخلطهم مع كوبايتين الميه الدافيه مع معلقتين الخميره مع اللبن البودره مع رشه الملح مع معلقتين السكر، بسيبهم 10 دقائق بيخمروا، برجع اضيف عليهم نص كوبايه الزيت والتلات كوبايات الدقيق اللي فاضلين. يعني بحط كل حاجة في العجانة إلا 3 كوبايات دقيق ونص كوباية زيت بحطهم بعد ما العجينة بتخمر معايا. هي دي الفكرة، أو هو دي الاختراع بتاع عجينة العشر دقايق، اللي هو التكنيك اللي هي طلعت بيه، اللي هو إزاي أخمر العجينة بسرعة بطريقة إن أنا أحط للدقيق خميرة أكتر مما هو محتاج، فبالتالي بسرعة 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 بيتخمر. اروح بعد ما بيتخمر اروح حاطه له بقيه الدقيق، وبتشتغلي بعد كده في العجينه عادي خالص. هي دي عجينه العشر دقائق. ناخد معانا جنى. اهلا يا جنى.
الو. اهلا اهلا. انا بحب حضرتك قوي. انا كمان بحبك قوي. انت عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. 11؟ يا بتحبي الاكل يا جنى؟ بتحبي الطبيخ؟ بحب حضرتك قوي، بتابع حضرتك دايما. انا كمان بحبك قوي ومبسوطه جدا انك بتتابعيني يا جنى، وشكرا كتير على تليفونك. عندك اي سؤال؟ انا سمعتي، كنت بس عايزاكي تقولي لي طريقه شرب السي فود. شوربة السي فود؟ حاضر من عينيا. النهارده يوم الاسماك العالمي. خلاص عايز تطلع فاصل يا شريف؟ خلاص خلينا نطلع فاصل دلوقتي عشان نرجع بعد الفاصل نشوف شريف هيدينا وقت قد ايه علشان نلحق نعمل معاكم بسرعه كيكه الديناصور السهله جدا جدا. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ انا بس عشان نكسب وقت لان الوقت شويه قليل، هناخد الكيكه، هنخبز كيكه. يعني هو ممكن تخبزوا كيكتين وتشكلوهم، والاسهل انكم تخبزوا كيكه واحده بس على شكل نص دائره زي دي، تمام؟ هنغطيها بكريمه الزبده، وده عملناه قبل كده كتير جدا. وبعدين هنغطيها بعجينة السكر، فردنا عجينة السكر اللون الأخضر. هناخد بقى عجينة السكر اللي عندنا ونجيب الكيكة بتاعتنا. نسينا نحط الديل. طيب الديل أنا عملته بالشكل ده، جبت كيكة تانية وقصتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اوكي. وهحطها هي بقى، معلش كان لازم نعملها بكريمه الزبده، بس انتوا اعتبروا ان هي ان احنا دهناها بكريمه الزبده، وهنحطها هنا كده، معلش كده اهو، اوكي. وهغطي الديناصور كله كده بالشكل ده كده اهو. كده كده كده. وبعدين هبتدي اقص الزيادات من عليه. طبعا هنشيلها باحسن حاجه هي البيتزا كاتر. طبعا لازم الديل يكون، بس للأسف أنا نسيت، معلش، لأن كنا بنفرد العجينة، لازم الديل يكون متغطي بكريمة الزبدة هو كمان. المهم أنا عن المهم عندي تكون الفكرة وصلتكم. تلات دقايق يا شريف. ماشي حاضر، هنعمل أكتر حاجة ممكن نبينها. طيب هنغطيها طبعا كويس. عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ عايزين نعمل الرقبه. الرقبه علشان نعملها هنعمل ايه؟ هناخد عجينه من عندنا خضراء. انا بس عايزه اوصل لكم الفكره قد ايه هي سهله. هناخد عجينه خضراء، وهناخد ستيك، هناخد ستيك نبتدي نحط فيه الرقبة اللي عندنا. لازم بس ندعكها كويس العجينة، وبعدين هناخدها نعملها بشكل طويل اسطواني شوية كده كده اهو. كده هعملها بالشكل ده، وهي هنخليها من ناحية تخينة ومن ناحية أرفع كده.
اوكي. هي دي الحاجه الاساسيه اللي تشوفوها في ازاي ممكن نعمل كيك الديناصور. طيب هناخد بعد كده الستيك اللي عندنا وهحطه في الكيكه، بس انا ممكن لازم نقطعها كده من تحت شويه علشان تبقى ستريت وتدخل في الجسم كويس. طيب هناخد دي كده ونحطها بالشكل ده اوكي، وبعدين هناخدها نحطها هنا، ده نفس المقاس بنحطها هنا كده اهو، وبعدين بنعمل فوقيها الراس. بس للأسف الوقت خلص، فأنا دلوقتي بس هي دي الفكرة اللي حبيت أوصلها لكم، إزاي بتقدروا تعملوا كيك الديناصور بطريقة سهلة وسريعة جدا. لو في وقت بكرة بنعمل مع بعض راس الديناصور، هي دي الطريقة بسهولة. دي كانت وصفتنا للنهاردة اللي عملناها معاكم. عملنا التشيز كيك، عملنا الايس كريم تشيز كيك، عملناه بطريقه سهله خالص، بس كريمه ولبن مكثف محلى، وعملنا كمان معاكم البطاطس في الفرن وعملناها بطريقه سهله خالص، حشيناها من جوه بحشوه لذيذه شفتوها، وزي ما قلت لكم هي بتشبه شويه كباب المعجوقه. عايزه اوريكم تورته الايس كريم لو عملناها، بس للاسف هي طبعا سايحه جدا فمش هينفع، بس انا عايزه اقول لكم احنا عملنا ايه. حطيت تحت بسكوت مع زبده عادي، واخدت التشيز كيك بتاعي الايس كريم وحطيته فوقيها، وبتحطوه لغايه ما يجمد خالص، وبعدين بتزينوها من فوق بالكريمه وبتحطوا عليها بلو بيري او كرز حسب ما انتوا تحبوا. دي كانت وصفتنا للنهارده اللي بتمنى انها تكون عجبتكم، وبستناكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده، وصفات جديده، وافكار جديده ان شاء الله. باي باي.